نوروز يستحق أن نتحدث عنه كابتن، هذا الفريق المظلوم بالدوري لكثرة السفر. نوروز حالة حال الفرق، أربيل وزاخو، أنه كثرة التنقلات، ودهوك كثرة التنقلات، تعرف أنت الوسط والجنوب يعني 17 فريق وهم بس ثلاثة، فأكيد أنهم على ذكر كابتن يقول إحنا فريق السندباد، لا أنتم راح تصيرون سندباد، لأن ما دام ما راح تلعبون بملعبكم فراح صار 18 فريق، فبالتالي لا تنسى نوروز من الفرق اللي استقرار سواء كادر تدريبي أو استقرار على تقريبا أكثر من 12 لاعب موجودين. بس للأمانة كابتن مهما كانت نتائج نوروز لا يلام المدرب، ما يلحق يصحح ما بين السفر والتنقل. كابتن أنا قلت لك مو فقط نوروز، كل الفرق صح، يعني أنا العام هذا وضع خاص، وضع خاص، لكن بالتالي أنه يجب أن يكون هناك قرار من الهيئة الإدارية أن لازم يلقى له حل، صورة حل لهذا الموضوع. مو يعني يلعب ببغداد يرجع للسليمانية يتدرب ويرجع مرة لأخرى بغداد، فبالتالي هذا لازم يكون هناك قرار يعني أكثر من الرياضي من الإدارة، قد يكون قرار سياسي يجب أن يلعب فريق نوروز في إحدى محافظات إقليم كردستان، وإلا فريق نوروز سيكون موقفه صعب جدا طبعاً. من كثرة السفر حتى ماديا سيكلف الكثير، لأن تعرف ذهابه وإيابه والسفر وتواجده بغير ملاعب، لكن فريق نوروز من الفرق الشابة الممتازة جدا اللي 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 اللي, اللي الموسم الماضي اللي ثبت هذا الكلام زي. فأعتقد أنه نوروز من الفرق الصعبة إذا ما كان بملعبه يلعب. رسالة برسالة عن أحداث مباراة زاخو والصناعة. والله بصراحة يعني أحداث مؤسفة، يعني شوف هاي الأحداث دائما ما تتكرر خاصة في ملعب زاخو. يجب على إدارة الأخوان بإدارة نادي زاخو يوضعون حد، يعني نشوف دائما ما تجاوزات على الفرق الضيف. الاتحاد يجب أن يكون له موقف بهذه الحالات، يعني نشوف زاخو من الفرق الوحيدة اللي هي من الإقليم اللي نشوف أكثر الفرق تعاني من سبب الشغب الجماهيري، فأتمنى من إدارة زاخو توضع حد لهذه الأمور، لأن الفريق اللي جاي تجي هي ضيوف. لا للأمانة تعال خلينا نقارن يعني بين الفرق الشمال، اليوم أربيل خسر حي الفريق الضيف، دهوك شفنا يمكن نقل صورة رائعة. رسالة الأخيرة منك دكتور خلص كابتن روح. أنا رسالتي للاتحاد، وضع نادي زاخو من 2010 لحد الآن ما ممكن أنت تتغيره بنصف موسم، هذا على الاتحاد أن يتخذ قرار مصيري بحرمان جمهور نادي زاخو. طبعا أنا ما أيد، لكن جمهور نادي هو اللي دي وضعنا بهذا السبب، بسبب عدم احترامك للضيف. لو كان ضيف جايك للبيت ما تحترمه فإذا المشكلة بيك، فأنا أتمنى من الاتحاد يأخذ قرار مصيري بحرمان زاخو في نهاية المرحلة، مو فقط على مدى المباراة لا، لكن تراكمات سابقة من 2010 لحد الآن فريق زاخو مدى يضبط العناصر السيئة بجمهور نادي زاخو، ما أقول جمهور نادي زاخو، العناصر السيئة، فبالتالي يتحمل نتيجة هذا الخطأ. أتمنى من الاتحاد أن لا يكون قراره مجاملة لفريق زاخو. شكرا جزيلا دكتور رياض، شكرا جزيلا كابتن علي، شكرا موصول لكم.